والله يريد أن يتوب عليكم. سبحانك ربي ما أرحمك من إله. أفصحت عن مرادك بنا وهو التجاوز والمسامحة حتى تملأ نفوسنا الخطاء بالطمأنينة إلى سعة رحمتك. ملأ العباد الأرض بالخطايا ليل نهار، وأنت وراءهم كلما أذنبوا بالليل بسطت يدك بالنهار، وكلما أذنبوا بالنهار وجدنا يدك مبسوطة بالليل تدعوهم إلى المصالحة. رأيتني وأنا أخطط للذنب وأدبر وقلبي مليء بالخبث والغفلة، فما كان منك إلا أن دافعت عني أمام الملائكة وقلت لهم لا تكتبوا عليه شيئا ما لم يعمل، هكذا أخبرنا نبيك. عصيتك دهرا واستمتعت بشهوتي عمرا، وأنت علي غاضب، ثم فاجأتني بوعدك أنك في لحظة صدق أعود فيها إليك ستشملني بسعة عفوك، فما أعظمك من غفور. أعصيك سنين وتسامحني في لحظة، لكن العجب كل العجب من وعدك لمن تاب أنك ستبدل سيئاته بعد عصيانه حسنات. والله لو كان هذا كلاما من عندي غيرك ما صدقته، لكني سمعت رسولي يدعوك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كل هذا يا رب دفعني لأشكو إليك ثقل حملي وفناء أملي في أن ترحمني، فقد أدمنت ذنبي وحاولت الفرار منه لكنه استمكن مني، وكلما عدت إليك جذبني ذنبي إليه حتى يئست من رضاك عني فازددت بعدا عنك وغرقت في خطيئتي، فلا شوق لي إلا إليك ولا عذر لي بين يديك، فإن رددتني لوصفي فإلى أين يذهب الطريد، وإن رحمتني على ما في فأنت أرأف ربي بالعبيد، فأحيي اللهم أملي في رحمتك ورد لي يقيني في سعة عفوك، وأدركني يا منقذي من سطوة ذنبي ولا تسلمني لشهوتي وعيبي، واكتب لي نصرا قريبا يا رب على شيطاني ونفسي.